عاديه تاع الاخيره ما عندناش راي فيها، لان هما ما خلولناش راي، رفعوا جماعه في الحوار غاديكا يعني ما شاوروش فينا الشعب، ما شاوروش في التفاصيل نتاع المسوده، وهي في النهايه راها ليبيا للامم المتحده. بالنسبه للي مشوا لجنه الحوار باي مشوا من راسهم هيك ما شاوروا حد، ما فيش جلسه انعقدت في المؤتمر الوطني باش عطاهم الاذن ان هم يمشوا. يعني الجماعه كان احنا اللي بنقرركم واحنا اللي بنديروه لكم واللي نديروه تم عليكم، عرفت يعني كان لوي ايد يعني من الجماعه مدايرينها مصالح، فيها مصالح احزاب طبعا، المشاركين كلهم احزاب، قاده احزاب بما فيهم كانوا مناضلين ولا مش مناضل، في النهايه انت عندك حزب ودور في مصلحه حزبك ما تدورش مصلحه الوطن يعني. وماشيين ياخذوا في التعليمات من غاديكا وتحت ضغوطات انك لازم تكون حكومه يوم 20 اكتوبر، فهمت كيف ولا؟ يعني نهز فيهم جماعه باعوا وروحوا. والله يجوا قامزه هنا في ليبيا قامزه يتفاهموا هنا، هذا في الاخير خوت ولاد عمره، زايد كل جنيف وصخيرات ونيويورك وناس برانيه باش يجوا يتفاهموا بين زوز خوت، كلام بعيد على بعض، المفروض يقامزوا يهدرزوا مع بعض. كان في مشكلة تم بيناتهم، وزي ما يقولوا الناس قدم وننشروش بغصيدنا هذاك اللي ما يصلحش قدام الناس، مفروض تتم الأمور كلها هنا زي ما بدوها تريس مع بعض ويتموها تريس مع بعض 100% إن شاء الله. لا أعتقد ذلك، ما دامنا احنا الأطراف كلها ليبيا ما فيش حد من خارج ليبيا، علاش نستحقوا لبرناردو ليون ولا نستحقوا للأمم المتحدة ولا الأمور هذه كلها؟ احنا الليبيين في مربع نحلوا في اكبر المشاكل العائليه والاجتماعيه هذه كلها، مش قادرين نحلوا البلاد هذه هاي في 4 ولا 5 سنين. الناس تبهدلت في بنغازي، الناس متبهدله في الغرب، الناس اهل الجنوب ما ننساهمش في الوضع اللي صاير هذا كله، ونقعد نراجعوا في الغرب هو اللي بيعطينا الحل. الغرب ما يعطيش حل، الغرب ينظر لمصلحته الشخصيه اللي هي سواء كانت اقتصاديه او سياسيه، والعينه قدامنا هاي في سوريا. وين الحل في سوريا؟ اخر الاخبار اللي سمعناها ان روسيا دخلت باش شنو يولد، كل العالم كالب على سوريا، دوروا حل للشعب سواء موتى سواء لاجئين ما داروا لهمش حل. ولهذا احنا الليبيين تفكينا من حكم الطاغيه 42 سنه، ربك بارك في 6 شهور، مش قادرين في 4 سنين قعمزوا مع بعضنا. الرجل الطرف الخارجي هو اللي جمعنا مع بعضنا، هو اللي يفرض علينا، يقول للطرف هذا يقول له راي والطرف الثاني يقول له راي، هذا ماهوش كلام. احنا كنا الحمد لله مسلمين وكنا تهمنا مصلحة البلاد، لو فرضنا ان الحكام او اللي شادين مناصب تهموا مصلحة البلاد ما فيش من اسهل منا الموضوع. موضوع زي ما نقول احنا بالليبي وبالدارجة قميص مربع تحل الموضوع. ما نستحقوش لا نيويورك ولا الصخيرات ولا جنيف ولا الامور هذه كلها. ونسال الله ان يهدي البلاد والعباد ان شاء الله. والله موضوع الحوار كان فيه خير ان شاء الله ربي ييسره. تمام. كان ما فيش خير ان شاء الله ربي يبعد علينا. تمام. واللي فيها خير ان شاء الله ربي يجيبها الليبيين، والله اللي تعبنا يا خويرا، ان شاء الله ربي يسهل الامور، ان شاء الله ربي يلم الشمل. احنا ماذا بينا نمشي الامور قدام وتتصلح الوضع الامني والبلاد تتريح والعباد، وان شاء الله ربي يوفقهم.